الآن في هذا المثال البسيط بدي أطبق معك بعض الكنترولز مع بعض اللياوتس، وكيف ممكن أنتقل من شاشة لشاشة وأنقل بيانات من الشاشة الأولى للشاشة الثانية. فبدي أجي، طبعا هذا عبارة عن تمرين بسيط، بعد هيك راح يكون في تمرين أكبر يشمل كل شيء نحكى فيه قبل هيك. طبعا بختار جافا افكس، جافا افكس ام ال ابلكيشن، نيكست. بدي أسمي البروجكت مثلا employees اب. طبعا بضغط بعد هيك بدي اسمي بس ملف الـ XML الاول اللي بدي اشتغل عليه، بدي اسميه اد سكرين اللي هي شاشة الاضافة، وبضغط على فينيش فبيعمل لي البرنامج اللي انا بدي اياه اللي هو الـ Employees App. زي ما احنا متفقين انه في 3 ملفات بيكونوا باي ديفولت موجودين، وشرحنا في الفيديو السابق كل ملف شو معناه. طبعا المفترض انه هذا الملفات الموجودة او هاي الملفات الموجودة بتحتوي على الفيو وبتحتوي على الكنترولر. بيتبقى عندنا الموديل. الموديل المفروض انه بيكون في كلاسز موجوده، يفضل انها تكون في باكج مختلفه عشان ما يتداخل الاشياء اللي لها علاقه بالابلكيشن مع الاشياء اللي لها علاقه باللوجيك. فبدي اسميها مثلا اللي هو اللوجيك او البيزنس لوجيك او الموديل. اللوجيك بده يكون في، بدي اعمل كلاس الامبلوي اللي بيمثل بيانات موظف معين. بيانات الموظف بدي اختصر على string name string email، وبدي اعمل برضو boolean is mail ان هو ميل ولا فيميل. يكفي هدول الـ3 بيانات. بالزر اليمين insert code constructor بحدد الـ3، بالزر اليمين insert code getters and setters وبحددهم كلهم وبعمل encapsulate. بدي اعمل ايضا كلاس تاني. الكلاس التاني هذا بده يكون بسيط جدا، بدي اسميه employee مثلا data. الكلاس هذا بده يحتوي على array list من الموظفين، array list من نوع employee، employees بيساوي new array list. وانا ما بدي افوت كتير في تفاصيل الاوبجكت اورينتد، فبدي اعمل الميثودات static علشان استدعيهم بشكل static. فانا عملت array فاضية مبدئيا، وبدي اعمل الميثود الاولى public static بدي اخليها ترجع بوليان، وهي الميثود لإضافة موظف جديد. لاحظ معايا انا بعمل لوجيك البرنامج، فالمفروض هذا اللوجيك منفصل تماما عن التصميم. ميثود الإضافة المفترض بدها تاخذ بيانات موظف وتضيفه على الليستة، فبدها ترجع بوليان انه تم الإضافة ولا ما تم على الليستة. بدي اسميها add employee، ومدخلاتها بدها تكون مدخلات الاوبجكت او البيانات بتبعته واللي هي string name string email و boolean is mail، هل هو ميل ولا لا. طبعا بداخل هاي الميثود المفترض بدها ترجع employees اللي هي الليستة. طبعا وهي الليستة المفروض تكون static لانه بدنا نتعامل معها من داخل ميثودات static، ف private static. وبدها تكون الامبلويز دوت اد، وبدي اضيف بداخلها الـ new employee وبياناته string name email is mail. جميل جدا. المفترض لو تمت الإضافة على الميثود، الميثود add ضمنيا بترجع لي بوليان، إذا true معناته تمت الإضافة على الليستة، false ما تمت الإضافة على الليستة. جميل. وبدي أعمل كمان ميثود تانية public بدها ترجع string، بدها ترجع لي بيانات موظفين أو بيانات الموظفين كلهم، فأنا بدي أرجعهم على شكل string. فبعمل public static string بدي اسميها get employees as string مثلا، وهي ميثود بسيطة بدي اعمل فيها string result واصير اجمع عليه بيانات الموظفين، او string builder اللي بريحك. وبدي اعمل for loop. الفور لوب هاي طبعا هذا شغل مش جديد علينا، شغل المفروض احنا بنعرفه من الاول. بدي ألف على كل الموظفين اللي موجودين في لستة الـ employees، وكل مرة أجمع بياناتهم على الـ result. كل مرة بدي أحكي له الـ employee الأول e.getName هي اسمه، زائد مثلا قوس، زائد e.getEmail، زائد قوس أيضا وبدي أطبع الميل والفيميل. طبعا ممكن تعملها بإف بسيطة أو تعملها بأي طريقة أنت بدك إياها، أنا مبدئيا بدي أعملها بالشكل هذا. إذا كان is mail معنات الكلام المفترض انه بده يطبع هنا ايش، انه هذا ميل تمام. else المفترض يطبع انه هو فيميل، فانا بدي اخذ نفس الكلام
واحطه في الاف، بس حاجه بسيطه يعني المفروض تعملها انت بالتو سترينج، بس انا تجاوزا مش معني بالاوبجكت اورينتد، معني بس اوصل لك فكره معينه، وفي الاخر ريتيرن السترينج اللي اسمه ريزالت. تمام. وبدي اعمل برضه ميثود ثالثه، الميثود بدها ترجع سايز المصفوفه، فالمفروض بده يكون في عندي ميثود ثالثه، الميثود هذه بدها ترجع انتجر وبدي اسميه جيت نمبر اوف امبلويز، وبدها ترجع بكل بساطه الامبلويز دوت سايز. بس ليش انا عملت الكلام هذا؟ لاني بدي اوصل لك فكره انه اللوجيك او الموديل بشكل عام احنا بنطلقه على الاكواد البرمجيه بتبعتنا، اللي هي اكواد الاوبجكت اورينتد، كلاس او 2 او 10 او 100 ايا كانت، هذه كلها هي عباره عن المودلز اللي انا بدي اتعامل معها. فانا على سبيل المثال هاي الميثودات اللي انا بدي اتعامل معها، فالمفروض عندي ثلاث ميثودات زي ما انت شايف بدي اتعامل معهم بطريقه معينه في الشاشات التنتين اللي انا بدي اعملها. فانا خلصت الامبلويز، ولاحظ ملاحظه مهمه انه انا ما كتبت اي اكواد متعلقه بالسكانر او الجي او اي بداخل الميثودز، انا بس خليتها تستقبل داتا وترجع لي داتا عشان اقدر استخدمها بقدر الامكان في اكبر قدر ممكن من المشاريع واكبر قدر ممكن من الاماكن دون الحاجه للتعديل عليها. فلو محتاج استخدمها في ابلكيشن كونسول ابلكيشن هستخدمها زي ما هي بدون ما اعدل عليها، لانها بترجع داتا وهناك انا بطبع الداتا زي ما بدي او بتعامل معها زي ما بدي. بدي اجي على المشروع تبعي، عندي الاد سكرين اللي هي الشاشه الاولى، المفروض شاشه الاضافه بدها تطلع عندي شاشه اضيف فيها بيانات موظف، والشاشه الثانيه بدي اعمل ايضا شاشه ثانيه بدي اعرض فيها بيانات الموظف اللي انا ضفته. تمام. فالمفروض انه بدي اجي على نيو اذر وبدي اختار من هنا جافا وبدي اختار امبتي اف اكس ام ال، وبدي اسمي الشاشه الثانيه بدي اسميها ديسبلاي سكرين. اوكي نيكست. بيحكي لي هل الشاشه الثانيه بدك تستخدم لها كنترولر ولا مش لازم؟ بحكي له طبعا. فأول ملاحظة، ما دام في شاشتين بدك تعمل لكل واحدة كنترولر، ممكن تعمل كنترولر واحد تستخدم الكنترولر اللي موجود هنا للتنتين، ولكن أنا بدي أعمل لكل واحد كنترولر، في سيناريوهات بيلزم إلها كنترولر واحد وسيناريوهات لكل واحد كنترولر، أنا بفضل إنك تعمل لكل شاشة كنترولر خاص فيها أرتب لإلك. فالكنترولر اللي أنا بدي أعمله اسمه Display Screen Controller. ممتاز، في نفس الباكيج، أوكي. تمام. بدك تستخدم ملفات سي اس اس كاسكيدنج ستايل شيتس، ما بدك ما تحددش، فينيش، وفي الاخر اعمل لي الشاشه بتبعتي الديسبلاي سكرين والكنترولر بتبعها. لحتى الان عندي شاشتين، الشاشه الاولى والشاشه الثانيه، كل واحده مرتبطه بالكنترولر بتبعها. جميل جدا. كيف عرفت؟ هي الشاشه الاولى، هي الكنترولر تبعها اسمه اد سكرين كنترولر، والشاشه الثانيه ديسبلاي سكرين كنترولر. طيب بدي اجي الان، اول خطوه بدي اعملها بدي اشتغل على التصميم، بضغط على الاد سين على الاد سكرين عشان يفتح الشاشه في السين بيلدر. الشاشه الاولى فيها المفترض الاشي التقليدي اللي موجود امامك، بدي اشيله اللي بيكون باي ديفولت في الاب، وبدي اجي اعمل تصميم بسيط جدا. التصميم بده يكون في بوكس، الفي بوكس على الشاشه، والفي بوكس بده يكون بداخله تكست فيلد عشان اضيف اسم اسم المستخدم، طبعا بختارها من الكنترول تكست فيلد عشان اضيف الاسم، وتكست فيلد للايميل، فبختار تكست فيلد الاول وبختار التكست فيلد الثاني وبختار باتون، وبختار طبعا انا بدي احدد الجندر ميل ولا فيميل، فعشان احدد الجندر في عندي عنصر اسمه راديو باتون. الراديو باتون هذا عبارة عن عنصر الدائرة اللي بيتحدد واحد منهم، واحد من اثنين، وانا بدي اعملهم افقي جنب بعض، فبضطر اني اجيب اتش بوكس اللي هو بده يرتبهم افقي بجانب بعضهم، فبختار من هنا اتش بوكس وباجي على الكنترول وبختار الراديو باتون اللي انا بدي اياه، هي الراديو باتون الاول وهي الراديو باتون الثاني، وبدي خليني اصغر هاي على قد الباتونز، وبدي اجي اضيف ايضا باتون عشان يعمل سيف. تمام. وبدي ايضا اعرض ليبل بالمحتويات اللي موجوده في الليسته، فبيجي او تكست اريا، تكست اريا عشان اقدر اذا بدي انسخ البيانات انسخ هي تكست اريا. فالمفروض تصميم بسيط، انا مش معني اني اضبط التصميم كتير،
بعني بس أوصل لك الفكرة. فالفي بوكس ممكن أجي هنا على الخصائص اللي موجودة فيه وأعمل السبيسينج مثلا 10 عشان يبعدوا عن بعضهم، والاتش بوكس بدي أخلي برضو السبيسينج 10 تمام. وهذه خلي الالاينمنت تبعها السنتر، الالاينمنت تبعها بالسنتر. جميل. الآن هاي الشاشة البسيطة اللي موجودة عندي، بدي أروح الآن خلاص ما بدي أفوت كتير في التصميم، بعد هيك في المشروع راح نحكي كيف تصمم بالسي اس اس، ولكن مبدئيا هي الشاشة. التكست فيلد الأول المفروض هو لمين بده يكون؟ للنيم، فبعمل هنت عليه نيم اللي هو البرومت تكست النص الإرشادي، والثاني بده يكون الإيميل. طيب وبدي أجي هنا أحدد الزر الأول بدي أسميه ميل، والزر الثاني بدي أسميه فيميل، والبتون بدي أسميه أد، وهنا بدي أسمي كل عنصر من العناصر. بعد كده فباجي للتكست فيلد، باجي على جزئية الكود وبسمي التكست فيلد الأول بتكست فيلد نيم، أوكي كنترول إس بعمل سيف، وباجي على التكست فيلد الثاني، التكست فيلد الثاني إيميل، كنترول إس بعمل سيف. على الراديو بتون الأول بسميه راديو بتون آر بي اختصار للراديو بتون ميل، والثاني آر بي فيميل، وباجي على البتون بي تي ان اختصار البتون اد، والتكست اريا باجي تكست اريا بدي اسميها اول امبلويز مثلا. وطبعا التكست اريا بدي اخليها اديتابل، ما بقدرش اعدلها، بدي اخلي اديتابل فولس عشان امنع التعديل عليها، يعني بس اللي بده يعرضها ينسخ نسخ. الفرق حكينا بين التكست اريا والليبل انه التكست اريا المعطل او التكست فيلد المعطل يسمح بالنسخ منه، اما الليبل لا يسمح بالنسخ منه، يعني بيسمح لك انك تحدد النص عشان تقدر تنسخه، اما في الليبل ما بتقدرش تعمل سيلكت للنص بالماوس. جميل، خلصت التصميم. الان هذه الشاشة الاولى المفروض شاشة الاضافة، فالمفترض انه انا عشان اوضح لك المعلومة اكثر خليني بس اعمل اشي بسيط جدا هنا، وبدي اعمل كمان بتون جنب البتون هذا، بدي اعمل طبعا هوريزنتال بوكس او مش مشكلة تحته، مش راح تفرق معانا كتير، خليهم تحت بعض مش قضية كبيرة لانه في سكرول في التكست اريا. فالبتون الثاني بده يكون بدي اسميه ديسبلاي، ماشي. انا بدي اعرض بيانات موظف واحد بس، ما بدي اعرض جدول. في المشروع هورجيك كيف تتعامل مع الجدول، وكبر الشاشة شوية واعمل ديسبلاي، واسمي زر الديسبلاي هاد اللي موجود امامنا بدي اسميه بي تي ان ديسبلاي، هذا المفروض بدي اضغط عليه فيعرض لي البيانات اللي انا بدي اياها في الشاشة الثانية، سواء بيانات موظف او كل البيانات، انا بس معني اورجيك كيف انقل البيانات من شاشة لشاشة. حلو جدا، التصميم خلص معنا. لو رجعت على البرنامج، طبعا انا باي ديفولت لما انشأت المشروع الكنترولر تبع الشاشة الاولى كان في اشياء جاهزة كلها بدي اشيلها، ما بدي استخدم اي شيء منها. جميل، لو جيت شغلت البرنامج المفترض هيعرض لك الشاشة الأولى اللي مسجلة عنده، هيعرض لك فيها البيانات تبعتك، لسه لحتى الآن مش معامل أي عملية أنت بدك إياها. خلصت التصميم تبع الشاشة الأولى، بدي أجي لتصميم الشاشة الثانية. الشاشة الثانية ما بدي أتغلب كتير فيها، بدي بس أعرض ليبل واحد خليني أعرض لك فيه كل الموظفين، يعني البيانات اللي موجودة في التكست أريا بدي أنقلها للشاشة الثانية. فبدي أجي للشاشة الثانية، بدي اعمل فيها من الكنترول ليبل، والليبل هذا بده يكون مثلا حجم النص فيه خلينا نقول 18، وبدي اجي اخلي الليبل هنا او تعمل تكست اريا نفس اللي كانت موجوده هناك، وخلي الالاينمنت تبعه في السنتر. طيب الان هذا الليبل بدي اعطيه اي دي معين، والاي دي هذا بدي اسميه ال بي ال ريزلت او ال بي ال اول امبلويز، وكترول اس بحفظ وبرجع على التصميم بلاقي فعليا الكلام هذا موجود في التصميم اللي موجود عندي وضاف للليبل. بتركزش كتير في التصميم، هنعمل اشي اكبر منه في اخر الشروحات. لحتى الان انا اللي عامله عشان تكون في الصورة، الشاشة هاي الشاشة الاولى والشاشة هاي الشاشة الثانية. طيب شو البرنامج بده يعمل؟ بدي ادخل بيانات معينة لموظف، بدي اضغط على زر اد يقوم ضيف لبيانات الموظف على الاري او يعرض لي الاري هنا بعد ما تعدلت بياناتها، بس بدي اعرضها كنص ما بدي اعرضها كجدول، الجدول هنشوفه في المشروع. طيب ديسبلاي شو بتسوي؟ ديسبلاي بتضغط عليها بدها ترسل بيانات الموظفين اللي موجودة هنا على الشاشة الثانية وتعرض لي اياهم.
أنا معني من هاي النقطة أورجيك كيف بنتقل من شاشة لشاشة وبعرض البيانات في الشاشة الثانية. الآن بس ملاحظة بسيطة، لو جيت شغلت البرنامج مبدئيا راح يظهر لك التصميم تمام، ولكن لما تحدد ميل وتحدد في ميل التنتين بيصيروا سيلكتد، بس هذا مش منطقي، مفروض واحد منهم اللي يتحدد. لهيك في عنا حاجة اسمها توجل، ايش يعني عليك توجل جروب، فبتيجي هنا تبحث عن حاجة اسمها توجل جروب، تحدد البتون الراديو بتون وبتبحث عن توجل جروب وبتسمي توجل جروب، مثلا سميها الجندر. لازم كبسولة، لازم كل الراديو باتونز اللي بدها تكون متفقة مع بعضها انك تحدد واحد منها تكون تابعة لراديو جروب واحدة. فهنا الميل تابع للراديو جروب اللي اسمها جندر، بتضغط على الفيميل بتختار من هنا برضو الجندر اللي انت كنت عاملها قبل شوية عشان يخلي التنتين تابعين لنفس الاوبجكت. هي برمجيا انه هذا اوبجكت اسمه توجل جروب بيكون مسجل فيه الاول البتون الاول والبتون الثاني، فبتيجي للبتون الاول بتحكي له انه برمجيا هذا الكلام بيصير من غير ما انت تعرف. البتون الاول بتحكي له التوجل جروب تبعتك هو الجندر، والبتون الثاني توجل جروب تبعتك هي الجندر. فبالتالي لو انت احفظت وجيت شغلت المشروع من هنا، لو حددت راديو بتون واحد واجيت تحدد الثاني راح يشيل السلكشن ويخلي السلكشن على واحد منهم فقط. جميل جدا. الآن بدي أبدأ أشتغل باللوجيك تبعي. لاحظ إنه الكلاسات أو المودلز اللي بتعمل العمل البرمجي جاهزة عندي، بس بقي عندي إني أستدعيها. وين أستدعيها؟ الآن المفترض إنه الشاشة هاي لما تضغط على زر آد بتتعامل فقط مع الكنترولر. فأنت بإمكانك تعمل الميثود يدوي، يعني تيجي تعمل هنا ميثود public void وتسميها مثلا آد button clicked، تمام؟ وتحكي له انه الميثود هاي بتستقبل اكشن ايفنت، لازم تحدد لها انها بتستقبل اكشن ايفنت، لانه انت بدك تعمل ضغط على الزر فهي من نوع اكشن ايفنت. الان هاي الميثود المفترض انا بدي استدعيها من الاكس ام ال، فلو جيت الان طلعت على السين بيلدر وطلعت على الان اكشن اضغط مره ثانيه هلاقي الميثود ظهرت عندي. ففعليا هيك لو حطيت اي كود هنا سيستم اوت برنت لين اي شيء واجيت شغلت البرنامج، المفترض لما تضغط على زر الاد راح ينفذ لك الكود البرمجي وتطبع لك جمله الطباعه، تمام؟ اذا هذه الطريقه الاولى. طيب جميل. طيب انا لو بدي مثلا اطبع الكلمه اللي موجوده في التكست فيلد اللي في الشاشه هذه لما اضغط على البتون، فالمفروض اني بدي احكي له تطبع مين؟ التكست فيلد اللي اسمه نيم. طيب مش شايف التكست فيلد اللي اسمه نيم؟ قال لك بتيجي بتعرفه في الكنترولر. كيف بعرفه؟ بتيجي بتعرف برايفت عادي جدا زيه زي اي جلوبال فاريبل، تمام؟ برايفت شو نوعه؟ نوعه تكست فيلد. تكست فيلد ايش اسمه؟ تكست فيلد نيم، صح؟ واسمه في الاكس ام ال زي هيك. لو رحت على الاكس ام ال هنا اسمه تكست فيلد نيم، وين راح؟ تكست فيلد نيم، صحيح. وتيجي هنا تحكي له تكست فيلد نيم دوت جيت تكست، جيت تكست زي ما احنا متفقين بتجيب التكست اللي فيه. لو جيت شغلت هنا المفترض يجيب لك التكست اللي بتكتبه يطبع لك اياه في سيستم اوت، اضغط على اد هيسلخك اكسبشن. ليش؟ لانه حكى لك التكست فيلد مش معرف عندي، انت عامل متغير، عامل ديكلاريشن بس مش عامل اوبجكت. طيب لازم اعمل اوبجكت؟ قال لك لا. طيب المفروض يفهم لحاله انه هذا هو الاوبجكت اللي في التصميم، صح؟ لكن هو ما فهم. ليش؟ لانه انت مش حكي له انه انا قصدي انه هذا الاوبجكت اللي انا معرفه هو الاوبجكت، او هذا المتغير اللي انا معرفه هو المتغير اللي في الاكس ام ال. كيف بدك تفهمه؟ بدك تحكي له ات اف اكس ام ال. فضمنيا لما تعرف ات اف اكس ام ال بيفهم انه هذا المتغير، يا جافا افهمي انه هذا المتغير هو المتغير اللي موجود في التصميم التابع لهذا الكنترولر واسمه بنفس الاسم هذا. فضمنيا عند التشغيل راح يروح يجيب العنصر اللي في الاكس ام ال ويعمل منه اوبجكت ويخزنه في هذا المتغير لانك حاطط اف اكس ام ال. فهيك فعليا صار يستجيب معك ويفهم انه هذا قصدك فيه هو اللي هناك، لانه التنين لهم نفس الاسم. اضغط اد هيطبع لك اللي انت كتبته، اللي بتكتبه هنا بيطبع لك اياه لانه تعرف عليه انه هو نفسه العنصر اللي في التصميم. طيب يا باشمهندس لازم اكتب الكلام هذا بايدي؟ لا طبعا مش لازم. شو بتيجي بتعمل؟ شيل كل شيء، ارجع للتصميم. المفترض بتيجي على الزر، الزر بدك تقول انه مثلا هي مبدئيا بيكون زي هيك.
الزر شو بدك اسم الميثود تكون؟ لاحظ انا قبل هيك اعطيت اي ديز لكل العناصر. طيب الزر شو بدك اسمه يكون؟ او شو اسم الميثود اللي بدك يستدعيها؟ بدي اسميها اون سيف بتون، سوري، اون سيف بتون كليكد، تمام، وبضغط انتر وسيف. ديسبلاي بدي اسميها اون ديسبلاي بتون كليكد، وبضغط انتر وكترول اس، حفظ. طيب هل اتحفظت في الكود؟ لا طبعا. شو استفدت طيب من الكلام هذا؟ استفدت انك بتقدر تيجي على فيو على شو سامبل كنترول سكيلتون، بيورجيك الكود اللي المفترض يكون في الكنترولر التابع لهي الشاشه. فانت بامكانك تنسخ ونسخ، او بامكانك تعمل سيف از مباشره وتعمل سيف، فيقول لك بدي ابدل الملف اللي موجود بالجديد، بتقول له اوكي اوكي تمام. فلو رجعت على البرنامج هتلاقيه لحاله كتب لك الكود هنا. فلو الكنترولر عندك فاضي بتعمل زيك، لو مش فاضي كان في اكواد سابقه موجوده بتنسخ من الشاشه اللي طلعت قبل شويه اللي بدك اياه وبتلصقه هنا. فهو بس ريحني من فكره اني انا اعملها لحالي. لاحظ التوجل جروب هي اوبجكت اصلا اللي سميتها جندر، بس ما بيتعاملش معها اليوزر، هذا اوبجكت بس عشان يجمع الاثنين راديو بتون فيه. ممتاز جدا. هي الميثودتين اللي المفروض اشتغل فيهم. الميثود الاولى لما اضغط على زر سيف شو بدي اعمل؟ المفروض بدي اقرا البيانات اللي موجوده في الحقول كخطوه اولى عشان اخزنهم في اوبجكت. فبقول له النيم، السترينج نيم بيساوي التكست فيلد تبع النيم جيت تكست، هات لي منه التكست دوت تريم عشان اذا في سبيسز في البدايه والنهايه يشيلها. تمام. شرح الكلام هذا للايميل، ايميل بيساوي تكست فيلد ايميل دوت جيت تكست دوت ترم. ممتاز، جبت التكست فيلد تبع النيم والايميل. طيب الجندر كيف بجيبه؟ الجندر بكل بساطه الراديو بتون ميل دوت از سيلكتد. از سيلكتد بيرجع لك ترو او فولس، فبتقول له بوليان از ميل بيساوي الكلام هذا. والله لو كان الميل از سيلكتد ترو فالبوليان از ميل ترو هيكون، لو كان فولس يبقى اكيد الثاني سيلكتد، فهيكون ايش يعني عليك، فهيكون الاز ميل فولس فهو فيميل. او ممكن تعمل اف إلس برضو عادي جدا، كلاهما صحيح. خلصت الكلام هذا. لاحظ انا لحتى الان من جوا الكنترولر قدرت اوصل للاشياء اللي في الفيو. طيب كيف بدي اضيف على الاوبجكت؟ بروح بستدعي الموديل اللي موجود عندي، يعني عليك employee data اللي انا كملته الكلاس اللي انا اشتغلت عليه قبل هيك employee data dot add employee، وبضيف فيه البيانات اللي انا بدي اياها. تمام. وممكن اعمل له برضه هنا بوليان ادد از ادد مثلا، هل هو تمت اضافته ولا لا، وتفحص هنا بوليان بوليان. تمام. وتفحص هنا اف اذا كان هذا الراجل از ادد معناته اطبع لي مثلا نص معين او اعمل اي عمليه عشان تتاكد انه تمت اضافته. فعليا هيك انت لو لاحظت من داخل الكنترولر انت ربطت ما بين الفيو وربطت ما بين مين؟ الموديل. شفت كيف؟ هي فكرة الكنترولر، قدرت من خلاله توصل للموديل وقدرت من خلاله توصل للفيو، لكن الموديل هذا منفصل، لو واحد بده يستخدمه في شيء تاني متاح الامر. جميل جدا. والفيو كذلك. طيب انا الان المفترض اذا تمت الاضافة بدي اروح احدث الليستة. كيف بدي احدث الليستة؟ في عندي برضو ميثود بستدعيها بحكي له string all employees. شفت كيف؟ الفكرة انه انا يكون عندي في الموديل ميثودات جاهزة استدعيها وريح راسي. get all employees as string. شفت كيف؟ فانت دايما خلي شغلك ميثودات بتتعامل معها وبتريح راسك، objects او methods. تمام. وبدي اعرض الميثودات في text area. text area all.setText. شو بدي اعرض؟ التكست الجديد اللي هو الـ all employees لو تمت العملية بنجاح. لو ما تمت العملية ممكن تقول له حط لي انه error في عملية الـ addition. طيب لو جيت شغلت البرنامج المفترض هي بدي اضيف الاسم الاول، بدي اضيف الايميل تبعه، وبدي احدد هو ميل مثلا، وبدي اضغط add فقال لي تمت الاضافة. طيب هي اسم تاني، هي اسم تاني ونوعه فيميل، واضغط اد قال لي تمت اضافته وهو فيميل. بس انا ممكن افصل بينهم بسطر باني اجي على الكلاس اللي انا عملته، المفترض كنت عملت ايش؟ زائد سلاش ان على اساس كل مره ينزل سطر جديد، زائد بيساوي سلاش ان بس عشان ينزل سطر جديد. جميل جدا. فالمفترض انك لو ضفت الان اي شيء راح يضيفه على الشاشه ويعرض لك اياه في التكست اريا. هي اد
في ميل اد بيعرض لك اياه في التكست اريا. الخطوه التاليه انك انت بدك لما تضغط ديسبلاي بدك تنسخ البيانات هاي او تعرضها في الشاشه الثانيه. انا يعني اللي انا بعمله المفترض اني لما اضغط على كل عنصر ينقل على الشاشه الثانيه، بس انا ما اخذت التيبل لسه، هشرحه في البروجكت اللي بدي اشتغله معك. بس مبدئيا بدي اياه لما يضغط ديسبلاي بدي اياه ينقل هاي البيانات على الشاشه الثانيه. كيف بدي اعملها؟ باجي عند الضغطه على زر ديسبلاي. وين ديسبلاي يا عزيزي؟ ديسبلاي المفروض في الشاشه الاولى، تمام؟ وهي وين الشاشه الاولى؟ اد كنترولر، تمام. هي الديسبلاي. ايش الكود اللي بدي اكتبه عشان انقل على شاشه ثانيه؟ ركز كويس معايا في هاي النقطه. الشاشة الأولى اللي أنت اشتغلتها لما أو اللي أنت شفتها لما بدأ المشروع كانت بتحتوي على أكواد، وحكيت لك إنه هذا السطر وظيفته إنه يروح يحول ملف الـ FXML ويعمل له لود، يحوله لأوبجكت جافا بما في داخله. جميل جدا. هذا الكود نفسه أنا بدي أستخدمه عشان أشغل شاشة جديدة. كيف يعني؟ بدي أجي الآن على الشاشة الأولى الكنترولر بتبعها وبدي أكتب نفس الكود هذا هنا. أوكي أوكي. أول حاجة بدك تعمل throws لIO exception، لأنه عملية البارسينج هذه هي عملية قراءة من ملف وتحويل العناصر اللي فيه لأوبجكتس، فهي بلزمها تعمل throws لIO exception. شو اسم الشاشة اللي أنت بدك تنقل عليها؟ بتكتبها هنا، بدي أنقل على شاشة display screen، تمام؟ هاي بنسخ اسمها وبكتبه هنا. واول ملاحظة لازم الاسم يكون حسب كيس الاحرف اللي هنا، يعني لو كابيتال كابيتال، بنفعش الدي سمول هنا تكون دي سمول وفي اسم الملف دي كابيتال، لازم تكون بنفس الاسم. قلت له روح حول لي ملف الشاشة لأوبجكت، روح ضيفه على سين. الان بدي اضيفه على الستيج. كيف بدي اضيف الاوبجكت على الستيج؟ انا اللي بدي اعمله الان مرحلتين. المرحلة الاولى بدي اول حاجة انقل على الشاشة الثانية، والمرحلة الثانية بدي انقل البيانات على الشاشة الثانية. جميل. انا الستيج هنا ما بقدر اوصل للستيج، ما في عندي اكسس للستيج. طيب كيف ممكن اجيبه؟ في اكثر من طريقه لانك تجيب الستيج. الطريقه الاولى من خلال الايفنت اللي انت ضغطت عليه. كيف يعني؟ ممكن تيجي تعرف ستيج ستيج بيساوي، مش الايفنت هذا هو عباره عن الضغط على الزر، صح؟ لو حكيت ايفنت دوت جيت سورس فبيجيب لك الزر اللي انضغط عليه. خدها ككبسولة، السورس تبع اي ايفنت هو العنصر اللي تم الضغط عليه. لازم تعمل له كاستنج حسب نوعه، لانه بيرجع لك هنا اوبجكت. طيب انا عارف انه بتون، بقول لك ريح راسك واعمل كاستنج لنود، لانه النود هي الاب الهم كلهم. فاي حاجة عشان تخلي كودك عام، اي حاجة انت متأكد انه هي نود في الاخر، فاعمل كاستنج لنود، خصوصا انه اللي بده يلزمك للاستدعاء بعد هيك موجود في النود 100%. فباجي بعد هيك بعمل له جيت سين. طب انت ايش اللي بتعمله قاعد احكي لي؟ بقول لك اللي بعمله يا عزيزي انه انا عشان اوصل للستيج بوصلها من خلال الشعره البسيطه اللي موجوده عندي. بجيب الايفنت، بجيب الزر اللي انضغط عليه الايفنت هذا، بجيب السين اللي موجود فيه هذا الزر، بجيب الستيج اللي موجود فيه هذا السين. شفت كيف؟ بطلع طلوع لعند ما اوصل للستيج، جيت سين دوت جيت ويندو اللي هي الستيج، وبعملها كاستنج للستيج، فالويندو هي الستيج، تمام؟ تمام. وهيك انت فعليا بتقدر تقول له الستيج هاي روح غير السين تبعها للسين الجديد اللي انت عملت له انفلات او تحويل من ملف الاكس ام ال هذا واعرض لي. فمبدئيا لو جيت شغلت عند الضغط على العنصر اللي موجود امامك راح يروح يحولك للشاشه الثانيه. هذا بشكل مبدئي. ممتاز جدا. طيب الان ايش اعمل؟ ايش اكمل بعد هيك؟ ايش اسوي؟ كيف انقل البيانات؟ قال لك ركز معايا في الخطوة الثانية او المرحلة الثانية. المرحلة الأولى كيف تنقل للشاشة الثانية؟ هيها. تمام؟ هذه أحد طرق الانتقال. في طرق ثانية هفرجيك إياها. طيب، المرحلة الثانية شو أعمل؟ قال لك المفروض بدك ترسل البيانات للشاشة الثانية. بإمكانك ترسلهم بعشرات الطرق. يعني مستعد الآن أسرد لك 10 طرق لإرسال البيانات. ولكن ايش الافضل؟ حسب استخدامك. ممكن ترسلها عن طريق الكنترولر، ممكن ترسلها عن طريق الداتابيز، عن طريق انك تخزن البيانات في داتابيز وتقراهم في الكلاس في الشاشه الثانيه من داتابيز، او تخزن البيانات في الشاشه الاولى في فايل وفي الشاشه الثانيه تقراها من فايل، او في الشاشه الاولى تخزن البيانات في ستاتيك اوبجكت او في ستاتيك كلاس وفي الشاشه الثانيه تقراها من الستاتيك كلاس، او اكثر من طريقه ممكن تستخدمها. بدي اورجيك الطريقه الاكثر شهره اللي هي من خلال اليوزر داتا. شو اليوزر داتا؟ قال لك الستيج هاي فيها يوزر داتا. شو يعني يوزر داتا؟
ركز معايا الآن، أنت شو بدك تنقل؟ بدي أنقل من الشاشة الأولى بيانات على الشاشة الثانية. طيب هي الشاشة الأولى صح؟ البيانات اللي بدك تنقلها على الشاشة الثانية هي عبارة عن إيش؟ string. مبدئيا هي عبارة عن string، مثلا ممكن تكون object، ممكن تكون أي شيء، تمام. string بدي أسميها data، بيساوي مش هي اللي موجودة في text area dot get text؟ آه والله صح، ممتاز. طيب كيف بدك تنقلها؟ قال لك بتيجي على الستيج دوت ست يوزر داتا، وبتعطيه الداتا. الست يوزر داتا هاي عبارة عن حاجة حلوة جدا. شو فكرتها؟ قال لك مش انت عندك ستيج واحدة بتبدل السينز زي ما بدك؟ قلت له اه. قال لك يعني الستيج هي اوبجكت بضل دايما موجود، وقد ما بدك بتغير سينز، يعني مهما راح الاوبجكت تبع السين الاول وجه الاوبجكت تبع السين الثاني، الستيج بتضلها persistent او بتضلها متاحة، صح؟ قال لك انا عملت لك مكان في هاي الستيج اللي هي الاب للشاشتين السين الاولى والسين الثانية، الستيج هذه بده يكون فيها مكان تخزن فيه اوبجكت، ابعت لي الاوبجكت اللي بدك اياه تحت مسمى يوزر داتا. اي اوبجكت بدك اياه ايا كان، سترينج، امبلوي، ايا كان، لستة، ابعت لي اياه وانا بخزن لك اياه عندي هنا، ولما تروح على الشاشة الثانية من خلال الستيج بتقدر تجيبه منها. طيب هيني انا خزنته في الستيج، حلو جدا، ممتاز. في الشاشة الثانية كيف بدي اقرأه من الستيج؟ ممتاز، بروح على الشاشة الثانية على الكنترولر تبعها. الشاشة الثانية المفروض الديسبلاي، خليني اعمل الليبل تبعها، اروح اخذ الكود تبعه واخزنه في البرنامج، تمام، كنترول سي، وبدي اروح على البرنامج الصو كنترول في، او حفظ زي ما شفنا قبل شوية. طبعا لازم تعمل امبورت للاشياء اللي مش معمول لها امبورت. طيب شو اعمل في الشاشة الثانية؟ الشاشة الثانية بدي اعمل فيها كالتالي، وهذه الطريقة الثانية اللي بدي اعلمك فيها كيف تتعامل مع الكنترولر. قال لك المفروض الكنترولر هذا وين راح الاول؟ لما انت انتقلت على الشاشة الثانية، انت ارسلت البيانات عن طريق الستيج صح؟ قال لك في طريقة ثانية ممكن ترسل فيها البيانات، شو هي؟ انا بدي اورجيك الطريقتين مع بعض. الطريقة الثانية قال لك من خلال الكنترولر. طب وين الكنترولر؟ ما في عندي مؤشر عليه. قال لك بجيب لك المؤشر عليه. كيف؟ تعال معي. شفت السطر هذا بدي اقسمه لسطرين. السطر الاول بدي اسميه fxml loader، بدي اسميه loader بيساوي new fxml loader، تمام، واروح احدد في الريسورسز تبعتي، بدي اجي احدد في الكلام هذا، تمام، ممتاز. لاحظ عملت الاوبجكت الاول new fxml loader، هذا اسمه loader. هنا بقول له parent root بيساوي، بقول له المؤشر اللي انا عملته فوق دوت لود، كاني فصلت الاوبجكت لسطرين بس، دوت ايش؟ لود. اول كبسوله لازم تعمل لود قبل ما تعمل اي عمليه على اللودر، يعني ما بينفعش تستخدم الكنترولر قبل ما تعمل لود، خلي المعلومه هذه في بالك. طيب ايش اعمل بعد هيك يا عزيزي؟ قال لك بتقدر هنا تجيب مؤشر على الكنترولر. شو اسم الكنترولر اللي انت بدك تنتقل معاه تبع الشاشه هاي؟ والله اسمه display controller، بدي اسميه controller بيساوي new، لا مش new، هو عباره عن اللودر اللي موجود هنا، لانه هذا اللودر جاب معاه الكنترولر برضه، لانه معرف جوا الاف اكس ام ال دوت، بدي اقول له ايش؟ get controller، وبتعمل له كاستنج للكنترولر اللي بده يرجع معك، لانه بيرجع نوع جينيريك. اذا اللي انا عملته هنا اني فصلت السطر الاول، عملت اوبجكت من الملف اللي انا بدي اعمل، بدي اروح عليه من اليو ار ال تبع الملف اللي بدي اشتغل عليه. السطر الثاني حملت الشاشه، خليته يعمل بارس للمحتوى، وحطيتها في اوبجكت من نوع بيرنت او بين او ايا كان، وبعد هيك رحت جبت مؤشر على الكنترولر. من وين جبته؟ من اللودر، لانه اصلا لما حمل الملف هذا بداخل هذا الملف معرف الكنترولر، فقدرت اجيبه منه. طيب شو استفدت يا باشمهندس؟ قال لك بتقدر انت جوا الكنترولر الثاني هذا تعمل ميثودات زي ما بدك، كانه اوبجكت عادي. يعني مثلا تقدر، بدي اعمل لك الطريقتين، بتقدر تعرف متغير مثلا اسمه ستيج. يا سلام، بنفع اعمل زي هيك؟ بنفع، برايفت ستيج، اعتبره اوبجكت جافا عادي جدا. بتقدر تعرف في برايفت مثلا سترينج اللي انت بدك تبعته، او الاوبجكت اللي انت بدك تبعته، او البيانات اللي انت بدك تبعتها سترينج، بدك تسميها داتا مثلا من غير ات اف اكس ام ال. هذه انستانس فاريبلز عاديه جدا، جلوبال فاريبلز انت عرفتها، وبتعمل ميثودز عاديه، سترز وجترز لهم. طيب سترز وجترز للداتا والستيج، اوكي اوكي تمام.
طيب ايش استفدت؟ قال لك بتقدر من خلال الكنترولر تبعت البيانات هذه هناك، فبتقدر تيجي تقول له كنترولر دوت ايش؟ دوت سيت داتا، تبعت له الداتا اللي بدك اياها، اللي هي هاي، خليني اخذها بس في سطر فوق عشان تضل متاحة للكل. تمام، فبتقدر تقول له set data تبعت الداتا، ممكن تقول له controller dot set scene اذا بدك تبعت set stage عفوا اذا بدك تبعت الستيج اللي شغال فيها. تقدر تعمل اللي بدك اياه، اللي هي هذه الستيج اللي انت جبتها هنا، اللي هي طبعا انت هيك معرفها هنا، شفت كيف؟ فبتقدر انت فعليا تبعت اي بيانات بدك اياها للكنترولر. هذه احد الطرق اللي انت ممكن تستخدمها. طيب لاحظ، انا اول مره استخدمت اليوزر داتا، واستخدمت في المرة الثانية ايش؟ اني ارسل البيانات عن طريق الكنترولر. بدي اورجيك التنتين، ما تستعجلش، بدي اعطل لك اليوزر داتا مبدئيا. طيب الان الطريقة هذه اللي انا عملتها، اللي عملته قرأت النص ورحت بعته للكنترولر. في الشاشة الثانية المفترض الديسبلاي كنترولر في الميثود اللي اسمها set data، ممكن اجي بكل بساطة هنا واحكي له الداتا هاي بدها تتخزن في الليبل، لانه الليبل متاح عندي، ليبل employees dot set text، خلي التكست تبعك هو الداتا هاي، بصير ولا بصيرش؟ بصير ونص وخمسة. فانت set data استقبلت منك البيانات وراحت خزنتها في الليبل، ممتاز جدا. ليش طيب بعتت الستيج؟ هقول لك بعد شوية، تستعجلش على رزقك. الان اللي صار معايا انه انا ارسلت البيانات عن طريق الكنترولر، تعال نجرب نشغل. هي الاوبجكت الاول A، A ميل اد، الثاني B، B في ميل اد، اضغط ديسبلاي، ارسل البيانات على الشاشة الثانية بس ما عرضهم. ليش ما عرضهم؟ لانه فعليا احنا نسينا نفعل هذه، احنا يبدو عطلنا الاشارة الغلط، فهي ست داتا، انا بدي اعطل الست يوزر داتا. فاحنا لو جينا شغلنا الان راح اعبي البيانات وراح يتم ارسالها للشاشة الثانية، فهي A، A ميل اد، B، B فيميل اد ديسبلاي، ارسل البيانات على الشاشة الثانية. سيبك من اللي بيطلع تحت لانه وورنينج. هذا شفنا كيف ارسلنا البيانات على الشاشة الثانية، هذه الطريقة الأولى. طب الطريقة الثانية، من خلال بدل ست داتا تعمل ايش؟ ست يوزر داتا. ست يوزر داتا بإمكانك باختصار شديد انك بدل ما كنت ترسل الداتا عن طريق الميثود، شو تعمل؟ ممكن الست يوزر داتا تيجي جوا الميثود هاي، طبعا لازم تستدعي ميثود معينة، مثلا بدك تعمل لك في الحالة هاي ميثود اسمها public void، مثلا اسمها fill fields بدي اسميها، وهاي الميثود بدها تاخد المفترض ايش؟ البيانات هاي، بدها تعمل بداخلها عرض للبيانات في الليبل. طيب اي بيانات اللي بدها تعرضها؟ هي البيانات اللي في اليوزر داتا، فبتحكي له ستيج، شايف ليش لزمت الستيج اللي انا ارسلتها؟ عشان اقدر اوصلها من هنا. فستيج دوت جيت يوزر داتا، بقول له هات لي اليوزر داتا، وهي اصلا انا متاكد اني انا بعتها على شكل سترينج، تمام، وبعملها كاستنج لسترينج، وباجي بقول له الداتا، او بدي اسميها اي مثلا لانه اسم داتا موجود بالشكل هذا. فانت هيك ارسلتها على شكل يوزر داتا، ما فيش مشكله. فالطريقه الاولى متاحه والطريقه الثانيه متاحه، كلاهما واحد. طبعا هنا نرجع بس مره ثانيه نتاكد ست يوزر داتا، وطبعا عشان الكنترولر يستدعي الميثود اللي جوا بدك تقول له كنترولر دوت فيل فيلدز، فالمفروض الفيل فيلدز راح يروح يستدعي الميثود اللي اسمها فيل فيلدز ويعبي البيانات اللي موجوده فيها، واللي هي اصلا جايه من وين؟ جايه من اليوزر داتا. فلو حطيت هنا www mail add display عرض لك بيانات فاضية، لانه احنا معلش سوري، هذا السطر المفروض يكون قبل السطر هذا، لانه منطقيا لازم تبعت الداتا قبل ما تعمل fill fields، صح ولا؟ تمام، لانه لما عمل fill fields كانت الداتا فاضية اللي حطها. فاوكي add واعمل اللي بدك اياه، اد ديسبلاي، هي عرض لك البيانات اللي بدك اياها. فملخص الكلام، امامك طريقتين، اما الطريقه الاولى انك تستخدم الست داتا، يعني باختصار عملت للميثود للكنترولر ميثود وارسلت اللي بدي اياه لها، لانه اوبجكت بقدر ارسل له اي شيء بدي اياه. والطريقه الثانيه من خلال الستيج العامه انك ترسل بالست يوزر داتا، اي وحده تستخدمه، ما تستخدمش التنتين مع بعض، يا الاولى يا الثانيه. طب انا ليش ارسلت الستيج للكنترولر؟ شو لزمتني؟ لزمتني اول شغله لاني لما بدي اوصل لليوزر داتا لازم يكون عندي مؤشر للستيج. الشغله الثانيه بتقول لي طب يا باشمهندس ما انا ممكن اجيبها بالايفنت، بقول لك وين الايفنت هنا؟ مش موجود عندك ايفنت. فانا ممكن احتاج الستيج وما يكونش عندي اي شيء اوصل خلاله
او اوصل من خلاله للستيج. ممكن توصل من خلال الليبل للستيج، ليبل دوت جيت سين دوت جيت ويندو، تعمل كاستنج للستيج برضه صح. بس دائما ريح حالك واشتغل بالطريقه الاسهل. فارسلت الستيج كاوبجكت، ما دام بقدر ارسل اوبجكت خلاص برسل الستيج كاوبجكت وبقدر استخدمه من الكنترول زد الكنترولرز التانيين. طيب اخر شغله بدي اعملها لك، اني من الشاشه الثانيه بدي اضغط مثلا على زر معين اللي هو زر يعمل باك على الشاشه الاولى، فباجي هنا بضغط على زر باك اللي هو رجوع عشان يرجع على الشاشه الاولى، وبدي اسمي بي تي ان باك. ونفس القضيه، هذا الزر لما ينضغط عليه المفترض بده يستدعي بتون اون بتون باك بريست مثلا، تمام. وباجي بضغط من هنا على فيو على شو، وبختار الاشياء اللي انا عرفتهم هنا، وبروح باخذهم على البرنامج عشان اعرفهم في الشاشه الثانيه الديسبلاي، تمام. فباجي بعرفهم عندي هنا، طبعا اعتقد احنا مكررين الاول امبلويز صحيح. وباجي بعمل امبلمنتس للبتون، وباجي بشيل هذه زي هيك، وهيك الاكشن ايفنت تبعها صار 100%. لما اضغط على الاكشن ايفنت شو بدك تعمل يا عزيزي؟ بدك تعمل نفس الكود، كود الانتقال، نفس كود الانتقال اللي انت عملته هنا بدك تعمله للشاشه الاولى، صح ولا لا؟ ممتاز. او نفس الكود اللي انت عملته هنا، صح ولا لا؟ ما دام فيش ارسال اوبجكتس ومش عارف ايش، فخلاص اذا بدكش ترسل بيانات ممكن تستخدم الكود المختصر هذا اللي كان في اول شاشه. لو في ارسال لبيانات بدك تضطر انك تجيب الكنترولر وتعبي بيانات في الكنترولر. هنا تعمل throws لإكسبشن، وبتيجي هنا بتقول له الشاشة اللي بدي ارجع لها الاد سكرين وبدي ارجع عليها، والستيج هي الستيج، شفت ليش لزمني الستيج اللي ارسلته في الكنترولر عشان اقدر اجيب مؤشر عليه، او بجيبه من خلال الايفنت. وباجي بشغل البرنامج، فالمفروض هيرجع لي على الشاشة الاولى. لو جيت هنا ايه مثلا ميل اد ديسبلاي عرض لي اياها باك، رجعني على الشاشة الاولى. طبعا خلي بالك الشاشة الاولى لما رجعت عليها فضيت الحقول منها، لانه هو كأنه عمل لك سين جديدة، وهذا اللي بيصير فعليا لما يكون بدك ترجع على الشاشة، المفترض انه يعمل ريفرش للبيانات ويحدثها. لو بدك ترسل بيانات وانت راجع ما فيش مشكلة، بنفس الطريقة اللي احنا عملناها تفصل الاكس ام ال لودر وبتجيب منه الكنترولر. انا ليش هنا فصلت اللودر؟ ليش هنا فصلت اللودر انا في الاد؟ فصلت اللودر عن البيرنت لانه انا بدي اجيب الكنترولر، والكنترولر بجيبه من خلال اللودر. فجبت الكنترولر وعبيت فيه البيانات اللي انا بدي اياها. شو البيانات اللي بدي اياها؟ يا اما اليوزر داتا يا اما الميثودز الخاصه اللي انا عملتها. يعني هذا الكود يا بتستخدم فيه ست داتا لحالها، او تستخدم فيه الست يوزر داتا مع الفيل فيلدز. الفيل فيلدز بس عشان تستدعي ميثود هناك جواها تحط كود الليبل انه يعبي التكست اللي موجود بداخله. وهيك فعليا صار البرنامج بينقل بيانات بين الشاشتين. الان هكمل لك شرح، وفي الاخر راح اطبق معك مثال يشمل كل المفاهيم اللي احنا اخذناها قبل هيك.